السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد عبد التواب شرف الدين. النهاردة الحقيقة عايزين نعمل استكمال لمجموعة من المحاضرات، إن شاء الله تعالى يكون فيها نفع ويكون فيها فايدة لطلابي في مادة القواعد، ويا رب يكون فيها فايدة برضو لكل الناس اللي بتتابع أو بتشوف الفيديو دوت. طبعا أنا طبعا كنت أتمنى أن الحقيقة ألتقي بطلابي فيس تو فيس، وجه الوجه، لكن طبعا بسبب الظروف اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، لكن احنا هنحاول إن شاء الله تعالى أن احنا نستخدم كل الإمكانيات المتاحة علشان ما نخليش أبدا العمليات التعليمية تتوقف. في نهاية المطاف احنا بنسعى لفكرة أن يكون الأفراد في المجتمع على درجة من الوعي، على درجة من المعرفة. إحنا بنتعلم علشان في الآخر نكون أشخاص مفيدين لمجتمعنا، ونحاول إن إحنا نعمل إنجاز في حياتنا. أنا عارف إن الظرف اللي إحنا فيه دلوقتي ظرف صعب، لكن أنا متأكد إن شاء الله تعالى بتكاتفنا مع بعض وبإصرارنا وبعزيمتنا هنقدر نعدي إن شاء الله كل المحن وكل الأزمات اللي بتقابلنا. أنا مقتنع دايما، وأنا بوجه الرسالة دي للشباب في المقام الأول، اوعى تفكر في حاجة اسمها يأس. اوعى، طول ما في حياة فلازم يكون في أمل، طول ما في حياة فلازم يكون في إصرار، طول ما في حياة فلازم يكون في عزيمة. يعني الإنسان هو يستطيع أن يفعل كل ما يريد وفي أي وقت، لكن بشرط وجود سلاح العزيمة والإصرار. وإن شاء الله إن شاء الله هنعدي الظرف الصعب دوت، وإن شاء الله هتكون الأمور. وأنا الحقيقة أنا متفائل، يعني دايما في أحلك الظروف، لأن ليس لنا مخرج سوى التفاؤل الآن، وإن احنا ناخد بالأسباب، وإن شاء الله تعالى هتكون الأمور على ما يرام. طبعا أنا النهاردة عايز أتكلم عن مجموعة من النقاط اللغوية، يعني زي ما بنقول كده بالإنجليزية، اسمحوا لي. طبعا احنا هنعمل ميكستشر، خلط ما بين الإنجليزية والعربية، في شرح بعض النقاط الهامة اللي عايز أتناولها النهاردة بشكل مختصر. We would like today to talk about something that we discussed before in the last lectures. So we talked before about tenses, we talked about present tenses, we also talked about the past tenses, and we also were reviewing future tenses. We talked in the past about how could we formulate and how can we make a good structure when it comes to using tenses in English. And we have reviewed something which is called present simple tense, and we talked about it is a tense that shows or reflects a usual event or a fact. And then we talked in the past also about the structure of the past simple tense and how it refers to something in the past. Like, for example, if you'd like to say, I studied English, or I went for an event, or whatever you want to say. We also, in the last lectures, we were also talking about the future tenses. هتلاحظوا دايما يا شباب، وانا يمكن قلتها قبل كده، في عندي كلمة tense، هقولها مرة تانية ونخلي بالنا من الكلمة دي، tense، اللي هي T-E-N-S-E. انا طبعا اتعودت مع الطلبة انه لما كانوا يقعدوا قدامي ورقة وقلم، كل واحد قدامه ورقة وقلم، فأنا أتمنى اللي بيشوفني خاصة من الطلبة بتوعي ورقة وقلم قدامك، وتكتب مجموعة من الفيون أو يعني بعض الملاحظات اللي هقولك عليها. طيب، أنا عندي كلمة tense زي ما قلتلك إن أنا بستخدمها بمعنى الزمن، بس أنا كمان ممكن أستخدم نفس الكلمة دي as an adjective بمعنى متوتر. أنا ممكن أقولك he has a tense smile، يعني لديه ابتسامة متوترة. فكلمة tense اللي أنا بعد كده بعمل منها tension، حتى احنا في اللغة العامية في المجتمع المصري يقول لك الراجل ده tension. فعندنا في tense أستخدمها كنون بمعنى زمن، أستخدمها كadjective بمعنى متوتر. So we also talked about the future simple tense.
We talked about how it refers to something that will happen in the future. We also emphasized the idea that it could also reflect the notion of prediction or something that is certainly will happen in the future. We also talked about future progressive tense. فاكرين يا شباب كلمة progressive from the word progress. And so progressive tense, the same like continuous tense. And it refers to something that will happen in the future but in a continuous form. ولو تفتكروا يا شباب النموذج اللي أنا قلته لك لما قلت لك I will arrive in few minutes and I will be arriving in few minutes. قلت لك إن في difference, a very, very clear difference between both structures. The question that I have today, ممكن واحد يسألني سؤال يقول لي دكتور أحمد طب أنا ليه دايما بستخدم الـ أو ليه أنا مطالب إن أعرف كل التنسز اللي موجودة ديت؟ بص أنا هقول لك إنك في العربي دايما تيجي في كلمة كده أو جملة باللغة العربية فتقول لي أنا باكل تفاحة. أنت هتقولها إزاي بالإنجليزي؟ هتقول I eat apple ولا I'm eating apple ولا I have eaten apple ولا I will eat apple. إذا أنت عندك هنا في الإنجليزية هيبقى الوضع مختلف إن كل structure ويدل على معنى معين. فأنت لو قلت I eat apple تعطيني معنى غير لما تقول I'm eating apple now. طيب. اتكلمنا كمان we also talked about the future perfect tense. And as far as I remember, we were talking about, for example, I will have eaten apple. All right. وكلمنا كمان يا شباب على إن كل زمن دايما هلاقي إن في مجموعة من الـ indications اللي دايما هلاقيها موجودة فيه. ده مجموعة من الـ quick يعني points that we were discussing in the last lecture. What I really would like to talk about also, it is the models. Like, for example, if you'd like just to say, I can eat, I could eat. And I have prepared a few slides here in front of me. So the first slide here, it says models usually express speakers' attitudes. مؤكد طبعا. هناك فارق بين انك تقول في الانجليزية I can eat or I can go وما بين انك تقول لي I may go وما بين انك تقول لي I might go. خلي بالك ولاحظ كلمة may, might, can, could. طيب مين يفكرني بالباقي؟ will, would, shall, should. تمام طبعا هلاقي كل ده بالتفصيل ان شاء الله في الباوربوينت باذن الله تعالى. طيب عندي كمان زي ما بتكلم على المودل فيربس فانا كمان بتكلم على حاجه اسمها phrasal models. طبعا في مجموعه من الفيتشرز او الكاركترستكس اللي هنخلي بالنا منها دايما يا شباب في المودل فيربس. usually modal verbs express a speaker's feelings. And probably it could also refer to a meaning that could refer to a possible action. And in addition, they can also convey the strength of such attitudes. دايما أخذ كده جملة عشان أبسطها لك. فأنا هقول لك he can study English. ما أقدرش أبدا أقول he can studies English. لا يمكن. ولا يمكن تقول لي he can to study English. مش معقول أبدا. ولا تقول لي مثلا he can's study English. انا هقف بس عند كلمة can. احنا عندنا can خلاص اتفقنا ان هي model verb او model tool in English. بس هذه الكلمة كمان ممكن استخدمها كنون بمعنى علبة. ولذلك دايما احنا في اللهجة المصرية يقول لك اديني كنزاية. اديني كنزاية بيبسي. لا احنا عايزين can of Pepsi. يبقى can ممكن استخدمها كنون بمعنى علبة
وكانز اللي هي تعني علب. طيب ده بالإضافة طبعا أنا بستخدمها كمودل فيرب كمان. اتكلمنا على الفريزل مودلز وأنا بقول دلوقتي ياريت عايزين نسلط الضوء عليها. Phrasal models are common expressions whose meanings are similar to those of the model auxiliaries. For example, be able to is similar to can. يعني معنى كده إن أنا ممكن أستخدم عندي زي ما بقول I can eat lunch. ممكن أقول I will be able to eat lunch. عندي structure تانية موجودة يا شباب زي going to, مش عايز أقول بقى going, احنا عايزين نقول going. أيوة go going. Alright, so زي ما بقول I will go or I will study or I will watch, ممكن أقول I will be going to watch, مع اختلاف إن يبقى في فارق في المعنى بين the two structures. فده مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من differences in the usages of such linguistic structures. As a matter of fact, خلي بالنا يا شباب دايما وانا بستخدم, هقول لك مره تانية وهعيدها ليك دايما في كل مره, وانت بتستخدم اي structure في الانجليش عنوانك دايما it is your pronunciation, how you pronounce words. مهم جدا انت بتنطق ازاي, انت بتتكلم ازاي, عنوانك دايما هو الطريقة اللي بتتكلم بيها, الطريقة اللي بتنطق بيها. فاحنا لازم يا شباب نخلي بالنا من الجزئية دي. انا طبعا نصحتي دايما لطلابي زي ما كنت بقول لهم وهقول لهم دايما واحنا قاعدين يا شباب, واحنا قاعدين بعد ما هتشوف المحاضرة دي عايزين لازم نعمل شكل من اشكال practical training on language. It doesn't make any sense. ما مش معقول ابدا اني اكون راجل حافظ قواعد وبيجي واحد يقول لي انا حافظ كلمات قد كده وبيجي واحد يقول لي انا عارف معلومات قد كده بس مش بقدر اتكلم كويس. ودي اشكالية خطيرة جدا يا شباب, فاحنا لازم نخلي بالنا منها. طبعا انا قلتها لحضراتكم قبل كده وهنقولها تاني, لابد ان يكون في ممارسة فعلية يومية او شبه يومية في استخدام اللغة. هنلاقي عندنا كمان مجموعة من زي طبعا ما احنا تعودنا دايما ان احنا نعمل, في عندي مجموعة من المفردات دايما زي ما انتوا تعودتوا يا شباب مني ان احنا نقدم كل مرة حاجة, احنا عايزين نقدم محتوى, فاكرين يا شباب محتوى اللي هو content, مش عايزين بقى نسمع حد يقول لي content, احنا عايزين نقولها تانية مرة تانية كده يا شباب, عايزين نقولها content لان content دي تعطي معنى اخر. احنا اتكلمنا قبل كده على فكرة الستريس او ضغط المقطع جوه الكلمة في الانجليزية وقد ايه انه بيغير المعنى بالكامل. هنقيس على كلمة content يا شباب لما نيجي نقول كلمة شراء, فاكرين يا شباب كلمة purchase, هقولها مرة تانية purchase اللي هي P-U-R-C-H-A-S-E اللي احنا دايما اتعودنا زمان نقولها purchase خالص, نقف بعد purchase دي ونقول purchase. عندنا يا شباب كلمة شهادة, لو نفتكر كلمة شهادة يا شباب, الشهادة اللي بناخدها شهادة ورقية اللي هي C-E-R-T-I-F-I-C-A-T-E, مش عايزين نقول certificate, لا هقولها مرة تانية يا شباب, احنا